هل عندك سباق مع الزمن؟ بتعرفوا انا على طول بقول لكم اسلقوا بطاطا وحطوها بالبراد بتستعملوها كثير على اخر دقيقه. تخيلوا انه عندكم شيء بسخن لكم مي بدقيقه وبعشر دقائق بتطلع معكم السباجيتي. هل تحتاجين الى وصفات شهيه؟ لازم الواحد ينوع حتى غذائه يكون كامل ومتكامل. صحه سريعه، وجبات مميزه مع منير.